بعد الزيارة الأولى لطاقم التلفزيون الجزائري لملعب تيزي وزو الجديد، جرت اليوم زيارة أخرى للوقوف على التحفظات السابقة مع تقديم بعض الحلول، خاصة فيما يخص وضع الكاميرات وكذا النقل المباشر للمباريات. عمر جمعي وتفاصيل أكثر. مع العد التنازلي لانتهاء الأشغال الكبيرة بالملعب الجديد لتيزي وزو الذي يتسع لخمسين ألف متفرج، ولأن الملعب صمم بمقاييس دولية كان لزاما على القائمين على هذه التحفة إشراك كل الأطراف بما فيهم التلفزيون الجزائري. الحمد لله لا كونسيبسيون تاع البروجي كانت على مواصفات عالمية، وهذا سي دون لو بوت باش تكون لا ترانسميسيون على أحسن ما يرام. Donc c'est un projet اللي قلت لك سي الي هومولوجي فيفا اللي على شال انترناسيونال، والبث التلفزيوني راح يكون على احسن ما يراب بلاك يكون بارمي لي ميور كاع حنا واش عندنا. الزيارة الثانية لطاقم التلفزيون الجزائري كانت للوقوف على التحفظات السابقة والتي استجاب لها القائمون عن الملعب، أين خصصوا مكان بالكامل للصحفيين من قاعة تحرير وقاعة للتعليق بمواصفات عالمية. On a demandé des endroits bien précis pour les caméras. باش يكون عندنا نقل تلفزيوني عالمي، يعني ماشي قال كيما نديرو كيما بولوغين ولا في الاخر. دونك اون اكزيجي سيرتان اوندروا دو كاميرا، اون فا فير ان كرون سبيكتاكل هنا باسكو ستادي لي تري بو. بعد ذلك كانت الوجهه قاعه الاجتماع اين قدمت شروحات بالمجسم والمخططات، ليضرب الجميع موعدا اخر للوقوف اكثر على ما تم انجازه.